طيب احنا مستمرين مع حضراتكم في الحديث عن مبادره حياه كريمه، لكن هنروح لمحافظه المنيا اللي اتعمل فيها شغل كتير الحقيقه. احنا بنتكلم في 192 قريه و 757 تابع لهذه القرى في 5 مراكز بيتم فيهم اعمال تشييد وتطوير وبناء في مختلف القطاعات الخدميه والتعليميه والطبيه والزراعيه بناء على طلبات الناس واحتياجات الناس علشان نوفر حياه كريمه للناس هناك، وده ضمن مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري. خلينا دلوقتي نروح عبر زوم معانا الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا، نتعرف منه على تفاصيل كافه المشروعات المنفذه على ارض عروس الصعيد المنيا. صباح الخير على حضرتك، وعايز اعرف من حضرتك كانت الاولويه ايه للمشاريع اللي ابتدت تتنفذ في المنيا، ويعني نسب التنفيذ وصلت لحد فين؟ صباح الخير يا فندم. اهلا بسيادتك. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه ان احنا في محافظه المنيا حطينا في حياه كريمه بعدد 5 مراكز و192 قريه 757 تابع، ده في المرحله الاولى. 32 وحده محليه قرويه طبعا. فالمرحله الاولى في حياه كريمه في محافظه المنيا عدد مشروعاتها يصل الى 3472 مشروع بعد تفكيك هذه المشروعات الى مكوناتها الاساسيه. 3472 مشروع في مختلف القطاعات، بتشمل المبادره القطاعات الصحيه والتنمويه المختلفه زي ما هنستعرض. انتهينا بالفعل من 811 مشروع، والتكلفه الاجماليه حتى الان في حدود 24.6 مليار جنيه. حياه كريمه بالنسبه لنا في محافظه المنيا وعلى مستوى الجمهوريه هي بمثابه اعاده صياغه لوجه الحياه بالريف المصري. ده مشروع قومي كبير بيشمل جميع مناحي الحياه والانشطه السكانيه، بيسهم في تعميق الانتماء حقيقه لدى المواطن، وبيؤكد حرص الدوله على تقديم خدمات متميزه وتوفير حياه ملائمه وبيئه صحيه للمواطن، وده طبعا بيخلق مجتمع واعي وفعال. الحقيقه ان احنا عندنا في حياه كريمه في فرص التنميه الاقتصاديه كانت برضه مهمه بالنسبه لنا ان احنا نمكن المواطنين. فالحقيقه انه من خلال مراكز التنميه المتاحه في مراكز التضامن وكذا مراكز التنميه الاسريه التابعه للصحه، احنا بنخلق فرص عمل وبنعلم السيدات، وده في حد ذاته مهم لانه بيحسن من مؤشرات القضاء على الفقر وخلافه، ودي الحقيقه بتزود من تحسين مؤشرات التنميه المستدامه اللي تم توطينها بال 32 معيار على مستوى الجمهوريه اهداف 2030. من ضمن الحاجات المهمه بالنسبه لنا جدا موضوع الصحه. فحياه كريمه الحقيقه عندنا عدد كبير من الوحدات الصحيه يزيد عن 160 وحده. الوحدات الصحيه ديت هتساعدنا في محافظه المنيا ان ندخل في منظومه التامين الصحي الشامل. طبعا حضراتكم على درايه وعارفين المبادرات الرئاسيه اللي بتبدا من اول ولاده الطفل حتى مبادره السمع. صحيح. من اول ولاده الطفل ثم بعد كده في مرحله الطفوله السمنه والتقزم والمقبلين على الزواج وحتى في صحه المراه والامراض غير الساريه وخلافه. كل هذه المبادرات الحقيقه وطبعا مبادره كبار السن الحقيقه دي مهمه جدا، وحتى الكشف عن الاحتلال الكلوي. كل هذه المبادرات هدفها الرئيسي ان انا اقدر يكون عندي صوره للواقع الصحي المصري، وبالتالي عند تقديم الخدمات في منظومه التامين الصحي الشامل تبقى الخدمات بتستهدف اماكن بعينها بخدمات محدده. صحيح. الكلام ده ما كانش هيتم او ممكن الا من خلال منظومه تامين صحي قائمه على مستويات رعايه صحيه، من مستوى الرعايه الصحيه الاساسيه في الوحدات الصحيه الى مستوى متقدم في المراكز الطبيه ثم اكثر تقدما في المستشفيات النوعيه والمركزيه. ويمكن يا دكتور محمد يعني خليني بس انا عذرا على المقاطعه، لكن كلام حضرتك ده غايه في الاهميه، لان البعض كان يتحدث بان لسه دور المحافظه بتاعتي ما جاش في التامين الصحي الشامل، لكن في حقيقه الامر يعني معاكس لذلك تماما، لان اللي بيحصل دلوقتي هو رفع البنى التحتيه للمستشفيات، فده بيسهل دخول التامين الصحي الشامل في حاله يعني لما بيجي يتنفذ في المحافظه، فبنقدر ان احنا نسرع من تنفيذه على الارض يعني. بالظبط يا فندم، اشكر سيادتك على هذا التعليق. الحقيقه انه علشان اقدر انفذ منظومه التامين الصحي الشامل انا محتاج مستويات الرعايه الصحيه يتم تعريفها بشكل دقيق. صحيح. مستوى الرعايه الاولي ثم مستوى الرعايه المتقدم في المراكز الطبيه ثم الاكثر تقدما في المستشفيات. بل ان ازيد ايضا على هذا الامر ان حتى الوحدات الصحيه النهارده والمراكز الطبيه والمستشفيات بتبنى بانماط متكرره، بيبقى معروف الخدمه ستقدم فين وفي انهي مكان.
فأصبح صحيح. الشكل النمطي للبناء ده بيساعدني أنا كدولة على أن كل مكان هتروح فيه تأمين صحي شامل أنت عارف كيف ستديره وكيف ستتعامل مع مختلف الإمكانيات المتاحة فيه. نعم. فمنظومة التأمين الصحي الشامل تتيحها حياة كريمة. ده طبعا كل المبادرات الصحية بتساعد على زيادة متوسط عمر المواطن وتحقيق مبدأ مهم جدا الصحة والرفاه، وده مهم لأنه ده من أهداف التنمية المستدامة بالنسبة لنا كدولة. يهمني كمان نوضح أن في حياة كريمة مراكز الشباب والرياضة مهمة جدا. عندنا النهاردة في كل قرية مركز شباب، ده علشان نتيح ممارسة الرياضة وبالتالي بقى بناء إنسان عنده صحة جيدة. يمكن كمان من الحاجات المهمة في حياة كريمة والجميلة ان احنا محور بناء الانسان. نعم. حياه كريمه في مستوى على مختلف القرى فيها مكتبات حياه كريمه اللي بتتيح لنا النشاط الثقافي والنشاط المجتمعي، وده في حد ذاته ليه اهميه كبيره جدا في تعميق الانتماء والولاء زي ما قلت. لم ننسى ان المواطن يحتاج الى خدمات، وهذه الخدمات تقدم من خلال المجمعات التكنولوجيه او المراكز التكنولوجيه. طيب احنا مش بس المراكز التكنولوجيه اللي بيتعامل معها المواطن لتقديم خدمات المحليات، حياه كريمه الحقيقه قدمت مفهوم اعلى للخدمات واشمل. النهارده عندنا مجمعات الخدمات الحكوميه بتتواجد على مستوى القرى، طب دي بتقدم خدمات زي ايه؟ بتقدم خدمات المراكز التكنولوجيه للتعامل مع المحليات، التضامن، الشهر العقاري، السجل المدني، التموين، البريد في مبنى واحد. بل ان المجلس المحلي القروي موجود ايضا داخل مجمع الخدمات بالكامل، فبالتالي دي بتديني فرصه ان القريه بتشكل كمجتمع قائم بذاته يقدر يتعامل مع كل النواحي الانسانيه. صحيح. ده ناهيك عن توفير الوقت، توفير الوقت وتوفير الجهد وفكره توفير الانتقال وتوفير الوقت وقيام مجتمع فعال جدا. وكمان ازيد لحضرتك ان المجمعات الزراعيه لم تنسى ايضا فكره ان انت كان زمان عندنا الجمعيه الزراعيه وفيها الاسمده وبتخزن وخلافه، لا النهارده انت ضفت فيها وحده ارشاد زراعي، ضفت فيها وحده طب بيطري، وضفت فيها مجمع لتجميع الالبان علشان خاطر برضه ده نوع من التمكين الاقتصادي. هل النهارده الناس برضه تبقى معايا في الصوره انه هل كنا نتصور ان في القرى يكون عندنا كابلات الفايبر علشان نقدم منظومه الاتصالات والولاد يذاكروا على او يستخدموا كابلات الفايبر ومنظومه الاتصالات الحديثه علشان يقدر ان هو يدخل على منصات التعليم؟ النهارده في القرى عندنا كابلات فايبر، ويمكن تفقد السيد وزير الاتصالات والسيد وزير التنميه المحليه بالطبع الاسبوع الماضي محافظه المنيا، وكان تفقد موضوع توصيل كابلات الفايبر للمنازل. النهارده انا عندي في القرى بيدخل على البيت 80 ميجا بت بير سكند. طبعا انت حضرتك النهارده بتعمل نقله نوعيه في هذا المجال. ليس هذا فقط، اتاحت وزاره الاتصالات تدريب العمال او تدريب مواطني القرى ان يصبحوا فنيين في صيانه كابلات الاتصالات. اذا حياه كريمه بتوفر لي فرص عمل، ده ناهيك عن فرص العمل الموجوده في قطاع التشييد والبناء وكذا، وتعظم ايضا استخدام المكون المحلي، ودي نقطه مهمه جدا يجب ان تفهمها الناس. حياه كريمه ادت فرصه لتدوير عجله الاقتصاد، لان النهارده انا كل المكونات اللي بشتغل بيها يعظم فيها استخدام المكون المحلي، معناها ان الصناعه بتدور وعجله الاقتصاد بتمشي. طبعا الغاز الطبيعي في القرى، تدعيم شبكات المياه، مرافق الصرف الصحي، محافظه المنيا من وقت ما انشئت لغايه لما بدات حياه كريمه كان فيها 11 محطه معالجه. طيب. النهارده في حياه كريمه لوحدها في المرحله الاولى فقط بنضيف 17 محطه معالجه. نسب يعني التنفيذ وصلت لقد ايه في هذه المحطات؟ احنا الحمد لله يا فندم نسب تنفيذنا في حدود ال 45%، انتهينا من 811 مشروع، والمقرر الانتهاء من النسبه بنسبه 100% على اخر السنه دي تكون المرحله الاولى خلصت ان شاء الله باذن الله. احنا ضاغطين علشان نخلص على اخر هذا العام، ولان احنا هنفتح المرحله الثانيه ان شاء الله باذن الله بحلول شهر 9، فطبعا احنا ضاغطين جدا علشان نخلص. هيبقى معانا مركزي بني مزار وصملوط، ثم المرحله الثالثه هتبقى المنيا ومطالب. دكتور يعني محمد مزيد، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا نائب محافظ المنيا على وجودك معنا. يعني في الحقيقه دكتور محمد قدم لنا عرض رائع لما يحدث في محافظه المنيا على الارض من مشروعات حياه كريمه.